أعزائي المشاهدين، برحب بكم أجمل ترحيب من واصل حديثنا ودراستنا تعليم يسوع المسيح بعظته الشهيرة على الجبل. إحنا بنفس المنطقة وإحنا في بلدة اللي بتسمى في الكتاب كفر نحوم، اللي تعتبر وطن المسيح الثاني، وأنا موجود في مجمع اليهود قديماً. هذا المجمع من القرن الخامس ميلادي، مبني على المجمع القديم الأصلي اللي حجارته من الحجارة البازلتية. أنا بدعوكم معي حتى تشاهدوا هذه الحلقة ونتعلم من الدراسة، ولا سيما من كلمات المسيح في عظته على الجبل. رح أتكلم اليوم عن موضوع طوبى للودعاء. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.